إذا للوقوف عند تطورات الأوضاع في غزة على خلفية اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلف الإسماعيل هنية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح العواودة. أستاذ صلاح، مرحبا بكم. يعني في مقابلة لكم على إحدى القنوات الغربية من 5 أيام تقريبا، وجه سؤال لكم عن من سيخلف هنية، اخترتم السنوار رغم أنه كان مستبعدا من ذلك. السؤال هنا أستاذ صلاح، على أي أساس اخترت السنوار لخلافة الشهيد إسماعيل هنية في قيادة حركة المقاومة حماس؟ ما هي الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. طبعا من يعرف حركة حماس عن قرب يمكنه أن يجيب على السؤال، لكن أيضا في ظل هذه الحرب الطاحنة وهذا الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، وبعد اغتيال إسماعيل هنية تحديدا أصبح خيار السنوار تقريبا هو الوحيد أمام حركة حماس. فحركة حماس تخوض حرب صعبة، حرب حقيقية، يقودها في هذه الحرب سواء كان رئيسا للمكتب السياسي أو لا هو يحيى السنوار. وبالتالي بعد اغتيال العدو لرئيس المكتب السياسي الذي هو واجهة سياسية للعالم، ولا يقود الحرب ولا يقود العمل العسكري وليس عسكريا، فمن الطبيعي جدا أن يكون رد الحركة على العدو باختيار السنوار نكاية بهذا العدو المجرم. وهناك رسالة للعدو في ذلك، أنه إذا تغتالون رجل السياسة والمفاوضات فنحن سنقدم لكم رجل الحرب والعمليات. هذا رد حركة حماس المتوقع من قبله، إضافة إلى عوامل أخرى سياسية داخلية تتعلق بحركة حماس وسياسية إقليمية تتعلق بالإقليم ومقارنة وموازنة مع باقي المرشحين. وجدت أن النتيجة هي أن السنوار هو صاحب الحظ الأكبر في الفوز أو تولي هذه المهمة أو تكليفه هذه المهمة الشاقة في هذه المرحلة الصعبة. أستاذ صلاح، اختيار السنوار خليفة لهنية في قيادة الحركة، هل يحمل رسالة معينة لإسرائيل والولايات المتحدة، رسالة معينة خاصة به؟ بالتأكيد عدة رسائل للاحتلال ولمن يدعمون الاحتلال. الرسالة الأولى أن الفلسطينيين لا يتنازلون، أن حركة حماس حركة مقاومة، حركة جهاد، حركة تحرر وطني، لا تفكر نهائيا بتغيير هذا المسار، ومن يمثل رمزا لهذا المسار هو يحيى السنوار، وبالتالي هو من يكون رئيسا لمكتبها السياسي. وبالتالي هي أكدت على هذا الخط، أكدت على أنه لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وأنها لا تفكر في هذا، أكدت أنها موحدة أيضا على هذا الخيار وأنه لا يوجد لديها تيارات أو مرشحين آخرين يمكن أن يغيروا أو يبدلوا عن هذا الخيار. وهي رسالة قوة وتحدي للاحتلال، بأنه إذا كنت تذهب لتغتال في العواصم في العالم فلديك السنوار يقاتلك ويقهرك على أرض غزة وأنت لا تستطيع أن تصل إليه، بالإضافة إلى أنه إذا كانت العواصم مستباحة فغزة ليست مستباحة، فكما يقتل جنودكم وتدمر آلياتكم كما كل يوم، قيادتنا قيادة المقاومة قيادة حركة حماس في قطاع غزة لقهركم زيادة. أستاذ صلاح، اختيار السنوار له تداعيات على المستوى العسكري وعلى مستوى المفاوضات وأيضا على مستوى العلاقات الخارجية بالنسبة للحركة، سواء مع الدول الداعمة أو حتى غير الصديقة. ما هي هذه التداعيات من وجهة نظركم؟
أولا اختيار السنوار يعني خيار العسكري كما قلت، نعم تأكيد الحركة على الخيار العسكري، على خيار المقاومة، على خيار المواجهة مع الاحتلال، وعلى خيار الصمود ورفض التنازلات ورفض المهادنة مع هذا العدو. من ناحية أخرى وبالتوازن وبالمقارنة مع المرشحين الآخرين لرئاسة الحركة، الأفضل للحركة من ناحية العلاقة مع الإقليم كان هو السنوار. فالإقليم كما يعرف الجميع مقسوم قسمين، قسم داعم للمقاومة وهذا القسم يرحب بشدة بالسنوار بينما يتحفظ على المرشحين الآخرين أو على القسم على قسم منهم يعني من ذوي الحظوظ. وبالتالي من مصلحة حركة حماس أن يكون رئيس مكتبها المقبول أو الأكثر قبولاً على المحور الداعم لها، على التيار أو على الإقليم الداعم للمقاومة. من ناحية أعداء المقاومة العدو الصهيوني وحلفائه ولا سيما النظام العربي الرسمي، فهؤلاء أصلاً يعادون كل حركة حماس بكل مقوماتها بكل مكوناتها وبكل قيادتها. فأياً كان قائد حركة حماس الذي سيأتي سيناصبوه العداء لأنهم يعتبرون حركة حماس عدواً لهم وحركة إرهابية كما أعلنت الدول العربية، وهي لا تقيم علاقات مع حركة حماس أصلاً وتحارب حركة حماس وتلاحقها وتعتقل عناصرها وتصادر أموالها وما إلى ذلك، وتتعاون مع العدو في هذه الحرب وتقدم له الدعم اللوجستي والمالي والاقتصادي وتحاصر وتخنق حركة حماس منذ أكثر من 10 سنوات. لذلك القرار المنطقي من ناحية حركة حماس هو أن تختار رئيساً ينسجم أكثر ويكون يعني مريح أكثر لمن يدعمون الحركة ويغيظ الكفار ومن يدعمونهم من المنافقين من العرب. لو أتينا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال بأنه على السنوار أن يقرر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، ما الذي نفهمه من هذا التصريح أستاذ صلاح؟ أولا العدو الأمريكي في متبنيا للعدو الصهيوني بكل مواقفه ويدعم العدو بكل مجازره ويموله ويسلحه و يغطيه ويحميه دوليا وعسكريا. لذلك هذا انسجام كامل مع رواية الاحتلال. السنوار أو هنية في النهاية هو رئيس لحركة حماس وهو لديه مطالب الشعب الفلسطيني، هو يمثل مقاومة، يمثل حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي سواء كان الرئيس الأمريكي أو الخارجية الأمريكية أو العدو الصهيوني نفسه يجب أن يفهم المعادلة بهذا الشكل، أن الفلسطيني سواء كان السنوار أو هنية أو غيره لا يصل إلى وقف لإطلاق النار لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن يقبل قائد فلسطيني وطني حقيقي ليس معينا من قبل الاحتلال أو من قبل الاستعمار، لا يمكن له أن يقبل احتلال على الأرض الفلسطينية وحصار مستمر وخنق للفلسطينيين وقتل ثم يتحدث عن وقف لإطلاق النار. أستاذ صلاح، يعني أنت لست ببعيد عن ما يجري من تحليلات متعددة منذ إعلان السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. هناك تحليلات تؤكد أن الحرب سيمتد أجلها. هل وصول السنوار يعني انهيار مسار التفاوض ومن ثم وقف إطلاق النار، تعتقد ذلك؟ لا، بالتأكيد لا يعني انهيار. الحركة حريصة جدا على وقف إطلاق النار لأنها تريد وقف معاناة هذا الشعب، لكنها أيضا لا تريد وقف إطلاق نار استسلام. العدو يريد الحركة أن تستسلم، يريد أن يخضع الشعب الفلسطيني، يريد أن يستمر في قهر وحصار واستعباد وقتل وتعذيب الأسرى وقتلهم سواء بسرعة أو بشكل بطيء، يريد أن يستمر في هذه الجرائم في الإبادة والتنكيل بالشعب الفلسطيني. هذا ما يريد الاحتلال من كل السيناريوهات التي تم الحديث عنها في التفاوض. بينما السنوار أو هنية أو حركة حماس عموما، الجناح العسكري والجناح السياسي، كل حركة حماس موحدة على الموقف الفلسطيني وهو ضرورة رحيل الاحتلال عن قطاع غزة في هذه التهدئة
وعلى المدى البعيد عن الأراضي الفلسطينية عام 67 لإقامة دولة فلسطينية وليشعر الفلسطينيون بالحرية لأول مرة في تاريخهم. هذا موقف حركة حماس سواء كان السنوار أو غيره. لذلك السنوار مصر على أن يكون هناك وقف إطلاق النار ونهاية لهذه الحرب وتحرير للأسرى ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار وحياة جديدة، وهذا ما تحدث به السنوار أكثر من غيره في خطاباته قبل الحرب. نعم. وهذه رسائله التي تخرج أثناء الحرب أيضا للقيادة، وبالتالي ادعاء بأن مجيء السنوار يعني انهيار خيار المفاوضات، أصلا خيار المفاوضات منهار ومدمر من قبل نتنياهو وحكومة الاحتلال وليس من قبل حركة حماس. عبر سكايب من اسطنبول المتخصص بالشأن الفلسطيني صلاح العواود، شكرا جزيلا لكم.